يستعد فرع الهيئة العامة لأسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية في لحج لإقامة حفل تكريم لمجموعة من المناضلين وأسر الشهداء تزامنا مع احتفالات الوطن بأعياد الثورة المجيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل منصور سيف سعيد. تزامنا مع احتفالات الوطن بأعياد الثورة اليمنية وبرعاية محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، يستعد فرع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية في المحافظة لإقامة حفل تكريمي لعدد من الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية. وأوضح مدير عام فرع الهيئة في المحافظة محمد أحمد هواش العاطفي أن هذا التكريم بمثابة عرفان لأولئك الأبطال من الرعيل الأول من مناضلي الثورة اليمنية الذين اقترحوا المآثر البطولية ووهب البعض منهم روحه رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن كي تنتصر الثورة ويطرد الغزاة، داعيا القيادة السياسية ورئاسة الهيئة إلى إصدار لائحة مجزية تنصف المناضلين في جانب المستحقات المالية تتناسب مع ما قدموه من عطاء في سبيل الوطن وعزته. الحمد لله نحن الأيام هذه نعيش أعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ونحن قد مر علينا أكتوبر الذي فجر بركانه وزلزل الأرض تحت أقدام الإنجليز حتى حصلوا على الثورة. طبعا نحن فخورين بهذا العيد وبرعاية من الأخ محافظ المحافظة، هناك تكريم بمناسبة هذه الأعياد لعدد قليل من الشهداء والمناضلين، وهذه لفتة كريمة نعتز بها ونشكرها. احنا لنا نشاطات في الفرع ولكن محصورة، ليس لدينا اي اعتمادات مالية حتى نضيف المناضلين الذي هم مقيدين ضمن الاحتياطيين. عندنا عدد 4100 حالة، هذول يستلموا يعني مبالغ رمزية جدا جدا جدا، مقسمين على 10 حالات على 10 فئات. فهذه نريد لفتة يعني من نحن تابعين رئاسة الجمهورية، نريد لفتة من الأخ المحافظ بالتقديم يعني كما قدمنا عدة مرات لرئاسة الهيئة ولرئاسة الوزراء. طبعا عندنا 15 مديرية محافظة لحج ومترامية الأطراف، هناك بعض مشاكل تواجه المستفيد عند المراجعة أو عند ضياع دفتر أو عند، نحن نقوم بواجبنا أمامه ولكن ليس بالإمكانيات التي المفروض أننا نخدم من هذه الفئة بموجب العنوان الذي موجود في اللائحة، يعني رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة. الرعاية هذا من نحن معيدين منها، لا تعليم لا صحة لا سكن لأسر الشهداء. هل هناك من لفتة عندك المساحة هذه تشوف زي ما شفتها يعني ممكن استثمارها، يعني استثمارها لصالح أولاد الشهداء والمناضلين، فإذا استثمروها بالطريقة الصحيحة إن شاء الله بتكون خير وبركة. نحن نزف هذا العيد حياتنا للأخ المحافظ والحكومة ورئاسة الجمهورية، ما ننساش يعني رئيس هيئة الأسر الشهداء ومناضلي الثورة. يذكر أن فرع الهيئة العامة لأسر الشهداء هنا في محافظة لحج يمتلك العديد من الأصول العقارية، يعمل جاهدا لاستثمارها لتسهم في تحسين المستوى المعيشي لأسر الشهداء في المحافظة. لقناة عدن الفضائية منصور سيف سعيد، محافظة لحج.